اوه ليديز اند جنتلمان حبايبي، مثل ما انتم شايفين واخيرا نزل السكين شباب متجر اسطوري حبايبي. السكين ده منتظره من زمان شباب، مع نفس الوقت هذا المنجل ما اعرف شو هو يا شباب. سو ليديز اند جنتلمان خلينا نعمل هيك اول شيء. اوكي قبل ما نشوف هذا المقطع يا اساطير، لا تنسوا تصلوا على حبيب محمد عليه الصلاه والسلام، وحبايبنا نقول ليتس جو، ما تنسونا باللايكات والشيرات والبارتاليات. وخلينا نبلش بالمقطع شباب، خلينا نبلش نعمل بلش باي شيء شباب. اوكي اوكي وخلينا ندخل على الحدث لا شباب، شوف ونشوف صراحه شباب انا كثير متحمس. اوكي يعني من كثر ما انا متحمس شباب ما عاد اعرف اتكلم. اوكي ليك شباب قبل ما اعمل اي شيء اعمل هيك ونشوف. لا الحدث لا تقول لي انه لفات ثواني شباب. مجموعة الجواز كيف راح يكون هذا الحدث؟ احصل عليه في 15 لفه المنجل. اوكي المنجل نحصل عليه اكيد نحصل عليه بعد 15 لفه، هذا اول شيء. اوكي شو هو التوكن؟ ما توكن شباب ما اعرف الصراحه شباب، معنا 1800 دولار تقريبا 1979. اوكي انا هون لفيت بخمس لفات هون بلفه واحده، هيك شباب راح نضرب هاي الخمس لفات ونشوف الاوضاع واللعيبات والاشياء واللوس. يلا لا تذكرني مره اخرى ان شاء الله يطلع لي السكين. ويلي نارات نارات تطلع من كل مكان. ها بيضة حسبت اجنحه المحارب. طبعا شباب هذا السكين يعني جسم شكل يعني كلش اسطوري. اوبا شفت شيء حلو شباب؟ قول لي حصلنا على الحزه، حصلنا عليه حلو، حصلنا على على, على هذا المنجل حلو. اوكي لفه اخرى 30 لفه 30 لتحصل على وات لفه اخرى، لفه اخرى 30 تحصل على 30 دقيقه. والله اي دونت اندرستاند. يعني اقصد بين 30 دقيقة عندي تخفيض يعني ثواني تحصل على نحصل على السكن. اوكي هنضرب هوني معلم. والله ما يفهم شيء بهذا الحدث شباب، خلينا نضرب خمس لفات وبس. ما عارف ما يفهم شيء شباب، دايخ تخفيض 40 40 ما يفهم شيء. اوكي يلا شوف شو هيطلع لنا السكن. والله شباب هيك احداث بكرههم شباب، لانه صراحة ما تعرف كم جوهره يلزمك عشان نجيب السكينه، وكم جوهره يلزمك عشان نجيب السلاح. ما تعرف شباب، ما في ما بتعرف. ليك شباب بلا احداث بكرههم، اذا انتم بتكرههم مثلي اكتبوا لنا بالتعليقات حبيبي. والله يلا ان شاء الله يطلع لي سكين هالمره. ليتس جو حبيبي ليتس جو. ويلي ابلع اتمانو. طب هلا تحصل لفه اخرى تحصل على هذا وقت الحمى. وات ايش عم بيصير هون شباب؟ ولي 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 ايش هو؟ اوكي يعني عندي هلا تخفيض 40% يعني لازم نضرب بسرعه عشان نجيب السكين. اوكي هي نضرب نشوف. طب وين السكين شباب؟ طب السكين باليس 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 فما شيء اقسم بالله. هي السكين ما بده يطلع على شكله شباب. وال يلا باليس باليز 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 دايموند بطاقات يا ربي. يلا ان شاء الله هي ان شاء الله. لا لا ايه تمانو اخر لفه يا اخي شباب اقسم بالله ما يفهم ماشي بهذا السكين. باقي 29 دقيقه شباب ما بعرف ثواني شوي نعمل مزيد. يوفي هون والله شباب انا خايف يكون حصلت على السكين وما لي خبر. تعالوا نطلع لهون لبرا. طبعا شباب نزلت لكم مقطع امبارح شباب. اوكي نزلت لكم مقطع شباب، راح احط لكم مقطع تاع المقطع الثاني مقطع السكين الرويال هذاك، بس يطلع الحصد على الخزنه شباب نتاكد يعني ممكن. لا والله ما حصلنا عليه. صناديق ما صناديق. اوكي خلينا نبدا على السكين نشوف. وين السكين؟ تنزل وين السكين شباب؟ وين اختفى؟ اخبار تقريبا دايموند أدر وربح. لا مو هذا. قول لي ويلي. شباب العادي هيك سكنات شباب لازم نطلع من اللعبة ونرجع ندخل عليها. سوي ندخل على اللعبة ونرجع ندخل نطلع من اللعبة ونرجع ندخل عليها. اوكي يا حبيبي هيك دخلنا على اللعبة بنفس الوقت شحنا 1000 جوهرة شباب. ليتس جو نرجع الحدث. اوكي باقينا 26 ثانية دقيقة عفوا شو ثانية شوف
يلا يا زلمه شباب شباب والله ما بعرف شو عم بيصيرون. يلا بدنا السكين بدنا السكين السكين باليز باليز السكين برو يا اخي. يلا يا اخي شباب والله العظيم ما يفهم ايش هذا الحدث. يعني بتلف ما بتعرف اذا بيطلع لك انت وحظك. يا الله يا الله يا الله بليز كمان. ليك انا بكره هيك احداث شباب، قلت لكم انا هيك بكره هيك احداث. ويل بيض 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 بيض. لا يا شباب لا تخلوني، لا تعذبوني بليز، لا تعذبوني عشان احصل هذا السكين بليز، لا تعذبوني بليز شباب. حظ بيض اقسم بالله. رح نضطر شباب نشحن كمان جواهر. راحوا صار شحننا تقريبا صار كان معنا 1700 شباب، 1700. لا تقول لا 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 مستحيل مستحيل. او ماي جاد شباب سوف نضطر ان نشحن كمان يا ستير. يلا شحننا حبايبنا 590، نشوف حظنا بهالمره. هالمره شباب ويلي بليز نضرب لفه وحده لنشوف. لفات وحده صراحة شباب. أنا متشائم شباب. يلا بليز برو. لا يا ربي مستحيل. يلا هالمرة بعدين ما حدا لسكين. هالمرة شحنا كمان شوية جواهر يا ستير، خلينا نضرب ونشوف. يعني دوخني هذا السكين يا الله. بليز بليز كمان كمان بوي. يا اخي الشيء عجيب بهذا الحدث شباب، الشيء الوحيد انه الاسلحه الدراغونوف هذا السريع، هذا اللي عاجبني شباب اللي حابب يعني اجيبه. يا اخي ليش هيك الحظ بيت يا الله. لا يا ربي يا اخي. وبعدين مع السكين 15 عندنا هون. يا بوي شباب واخيرا جبنا شباب لفه وحده. يا الله لفه وحده شباب، صدقوني ما حدا عارف شو اتكلم شباب. يعني شفتوا بعينكم شباب، يعني كنت فاقد الامل شباب لما هيك شباب هيك احداث. يا الهي هيك احداث قلت لكم شباب، هيك احداث بتخوف 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 بتخوف. اوكي طيب في شوية جوال شباب يعني عاود حبيبي والله. اوكي حبيبي خلينا نشوف، يمكن صار عندي شحن تراكمي هون. شحن تراكمي اجيبهم اي خلص بالجواره واللوز. اوكي الان خلينا نجي لهون يا ستير. حاب افتح الصناديق الموجودات شباب. اول شيء شوفوا لي السكين شباب، تكون من الصناديق شوفوا لي السكين شباب، شوفوا لي السكين. يا وقف شوي. لا هيك شو عملنا عملنا السكين شباب. الجسم البنطال، لا وقف نعمل هيك. الجسم لا وقف نعمل هيك. شوفوا الشعرات شباب ما احلاهم. يعني شباب هذا السكين ما انا هذا السكين ما هذا السكين شباب بالنسبة لي 10/10 10/10 شباب، ما في لا ابدا شباب. هذا السكين 10/10 وبس بس 10/10 شباب. وعنده كمان المكياج كمان حبيبي والله. هذا السكين 10/10 شباب، ما في لا تقل لي هيك 10/10 شباب. اعطونا تقييمكم لهذا السكين بالتعليقات. ليتس جو. اوكي شباب مثل كل مره. اوكي شباب في خزبة الدراغون شباب، هدول الصناديق حابب افتحهم. هدول الصناديق هذا شو يطلع لي دراغون هذا مو دراغون دراغون لا ال 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 دراغونوف دراغونوف التمانو. يلا حظنا بالدراغونوف يعني يمكن يطلع لنا مجانا مجانا. طبعا هذا دراغونوف شباب برا يعني كان مجانا بس انا ما حصلت عليه ونسيته وندمت. ليك شباب يعني نحاول نجيبه شوي شوي. اوكي ابلع يلا ان شاء الله يطلع لنا دراغونوف دايم دو 7 ايام. اوكي ثواني قبل ما نروح كل شاب بدنا بس وقت. هذا دراجون شاب ما جربته انا ما بعرف يعني فهمت علي. هين حطوا تعملوا تزويد 13 داي لانه هذا شاب فيه معدل اطلاق النار وبغز الزخينه وسرعه الحركه يعني عادي سرعه الحركه مش بس ولكن انا كنت عندي هذا تضرر وزخ. لا هذا شباب شوفوا معدل اطلاق. اوكي شباب الحلوين شو لازم نعمل الان؟ ثواني دقيقه رجعت اتاكد من شغلي اتاكد من شغلي يا ستير. اوكي حبيبي والله يلا مثل كل مره شباب ندخل تدريب تدريب شباب نجرب السكين شباب.
يا السلام عليك. رح نعمل ما بعرف شباب بصراحه، ما بعرف شو بدي اعمله، تعديل ولا شيء هيك من هذا الشيء. فهمت علي؟ شيف يلا نعمل هاي. وين ناخذ دراغونوف شباب؟ نحب نشوف الدراغونوف. وين دراغونوف؟ حاب اجرب هذا الدراغونوف شباب، لانه الصراحه يعني وينه يا سلام. خلينا نشوف شو وطب شباب دراغونوف. شوف وطب دراغونوف شباب الصراحه يعني لعبي تقريبا كله سنايبر. يعني والله اسطوري هذا دراغونوف شباب. هنحاول شباب ان شاء الله ينزل شي حدا هيك نقدر نحصل عليه هيك. فهمت علي؟ تشيف هات نشوف هذا الجميل. ايوه هي هدية حبيبي والله. ابلع والله خلقت اقسم بالله. طبعا شباب بالنسبه للسكين يعني شايفين يعني يا اخي والله احلى سكين. ايوه صح شباب، نسيت شغله افرجيكم اياها واللي هي كثير مهمه شباب. المنجل شباب، رح نشوف المنجل، شكل المنجل يا اساطير حبيبي. والله نسينا المنجل شباب، شوف شكل المنجل كمان. يلا نشوف شكل المنجل كمان بنفس الوقت. طبعا المنجل تعال هون. الاخرى القنابل، القبضه، السلاح المشاجره، واخيرا شباب اول سكين منجل باللعبه. يا للروعه معلم. لا 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 لازم نشوف كمان، نشوف المنجل شباب مع السكين يعني ضروري ضروري شباب نشوف شكله باللعب ضروري. يلا يا جميلين ليتس جو ايفريبادي. يوبا هات لشوف. لا وقف شوي، المنجل وين بيكون المنجل شباب؟ يا اخي هو اصلا في هيك منجل. المنجل الجميل الان شباب راح نجيب البربر ندخل على الساحه. يا السلام عليك يا السلام عليك. شوف الشكل شباب، شكل السكين شباب، تقييمكم للسكين صراحه شباب يعني شوفوا لي السكين هذا، شوفوا لي السكين شباب بليز. كم تقييم تقييم هذا السكين شباب؟ تفرج يا اخي. بس شباب والله يعني انا ما بعرف يعني تكلف لي كثير هذا السكين الصراحه يعني فهمتوا. تربيت سبته. اوكي خلينا نعمل بربر شوي شباب بالصبحيات، لازم نبربر شباب ضروري نبربر. هذول عم يطلعوا يا الله، نسينا القهوه. كل ما حدا يجي نكمل بالقهوه شباب. Let's go. Cheat code. ما شباب لا تنسوا شباب تكتبوا لنا القناة الثانية يا اساطير، عم بنزلكم مقاطع اسطورية شباب، في مقطع اسطوري شباب رح ننزله. لايك شباب اكتبوا بالتعليقات شو تحبوا ننزل عليه. رح ننزلكم ويلي شباب. شو هالهيدشوت؟ هذا جابي بالعشوائي عشوائي شباب، صدقوني جابني عشوائي. تعالوا شوفنا هون هيك شد بالرجل. اي مجال ستوب، لانه بعدين انا حابب العب بس لكن المقطع راح يكون طويل كثير. سو ليديز اند جنتلمان، احبائي الكرام، طبعا كثير منكم يمكن ما قلت اول المقطع شباب اللي راح انزل لكم كودات، بس اللي راح يوصل لاخر مقطع وشوف اخر مقطع شباب هو راح يطلع يعني يطلع له الحظ انه يربح واحده من هالقسيمات الموجوده فوق شباب، قسيمه جارينا شوب تو جيم. سو ليديز اند جنتلمان مبروك للي راح ياخذ الكودين شباب. اوكي حبايبي لا وقفوا نعمل هيك، مبروك راح ياخذوا شباب.
وان شاء الله نشوفكم بمقاطع جديده يا اساطير. لا تنسونا باللايكات والشيرات والبارتاجات يا احلى ناس، ونراكم باذن الله تعالى بمقاطع جديده. الى اللقاء.